السلام عليكم اخوان، مرحبا بكم في حلقة جديدة. ان شاء الله في هذه الحلقة هذه نشوفوا الطريقة كيفاش يمكن نديروا ترانسفير اللعابة، ولا كيفاش نجيبوا اللعابة ديال 2021 الفرق ديالهم. مشيو اول حاجة كندخلوا الموديفي، هذه بالنسبة للدراري اللي ما كيعرفوش يديروا ترانسفير من فرقة لفرقة. ومن بعد راه نوريكم من يخرج الباتش ديال التونيات، نوريكم كيفاش تدخلوا التونيات. اول حاجه كنمشيو للترونسفير، كتمشي اللاعب اللي باغي تجيبو من فرقه لفرقه. مثلا حنا نبداو بي اس جي، شوفوا الفريق اللي دابا دار انتقالات مزيانه. نمشيو الدوري الفرنسي، الدوري الاسباني عفوا، نمشيو نجيبو ميسي هو الاول. كتجيب حركه مثلا هذا هو ميسي، وهاد الطريقه الدراري راه ديرها في اي بي اس، يعني 2020 21 19 18 اي وحده دير. كدير ترانسفيري فيغ اون اوتر ايكيب، و كتمشي للدوري الفرنسي. شيو او تاني شكون اخر؟ فيناندوم. شيو ليفربول، شيو بحال هكا. ديرو بحال هكا الدوري الفرنسي، حكيمي كذلك، حكيمي لانتر. يعني كاع دوك اللعابة اللي باغي تجيب تجيبهم من الفرق اللي باش تجيبهم ليهم. كتجيب حركة، هو أشرف حكيمي. من نساليو الدراري ترانسفير، نوريكم كيفاش ديري لهم الرقم اللي شي يلعبو به. كاين دوناروما كذلك، دوناروما بحال هكا. كتجي كتدخل لدي ايكيب، دابا نصوبو الرقم. كتجي الفرقة اللي بغيتي، كتجي بحال هكا. كتجي لد نيميرو، هاهي نمشيو حكيمي ودو، هو كتجيب بحال هكا. كتبرك على اللعاب كطلع، هاهي ميسي 30، فين هو ميسي؟ هو بحال هكا. هادي هي الطريقة الدراري. من بعد تاش كملت تجيب اللعابة اللي بغيتي. دابا انا لوكاكو، غنزيد لوكاكو مثلا. انتر عفوا، شو ترانسفير عاوتاني. كتجي لانتر، ها هي اللاعب اللي بغيتي لوكاكو ترانسفير. كتجي عاوتاني تشيلسي، هذه الطريقة الدراري كيفاش. نتمنى تكون نفعاتكم الدراري. واخر حاجة قبل ما نساليو، ضروري تصوف كاردي باش يبقاو. واو ضروري كان صوف كاردي باش من دخلت بغيت تلعب بيهم
المره الجايه تلقاهم صفقة، يعني ما يمشيش لك داكشي. وغادي دير لكاع اللعابة الانتقالات الحديثة كاملين، غادي دير لهم بحالك، والتونيات تيخرج الباتش الدراري ويلوحوا ليكم، وهي بحال عندكم بي اس 2022. والى اللقاء الدراري.